السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي، راح نكمل وياكم. وصلنا صفحة 12 وصفحة 13. يونت 1 لسن 4 الدرس الرابع. هاني ناخذ اليوم فقط لسن 4 بس الدرس الرابع، صفحة 12 وصفحة 13. زين. ماي بودي، ماي بودي يعني جسمي. لسن بوينت اند سي، لسن استمع وأشر وقل. هاند يعني هذا الكف. هيد الرأس. arm الذراع. shoulder الكتف. body هذا الجسم أو البطن. leg ساق. knee الركبة. toe إصبع القدم. foot القدم. هذه يحفظها الطالب، يعني يحفظها شفهي، يسأل يعني تجي بامتحان نص السنة وآخر السنة يسأل المعلم، وحتى بالامتحانات وباليومية، فهذه حفظ. هاي صفحة 12. ننتقل إلى صفحة 13. عيني. look say and do يعني هذين عندنا أرقام جاي يحسبون. هذا هنا عندنا 1 2 3 4 5. أعلم الطالب صف ثالث ابتدائي من الواحد للعشرة بالإنجليزي. listen point and say استمع وأشر وقل. هنا عندنا أربع نملات. four ants هنا عندنا الحقيبة. one bug حقيبة عندنا وحدة. three cats ثلاث قطط. two dogs اثنين كلب. هنا عندنا كم بيضة؟ خمس بيضات. five eggs. هاي عيني صفحة 12 وصفحة 13، وإن شاء الله التوفيق.